في الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي في تركيا، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات انتهاء الحظر المفروض على وسائل الإعلام لنشر البيانات الانتخابية. طبعا النتائج الأولية ستبدأ بالظهور تباعا وصولا إلى منتصف هذه الليلة، حيث ستتضح النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية. هنا في حزب العدالة والتنمية، مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، هناك استعدادات لما يسميه الأتراك بخطاب الشرفة، أي أن حزب العدالة والتنمية توقع الفوز بهذه الانتخابات، لذلك بدأت الاستعدادات للاحتفالات في المقر الرئيسي في العاصمة التركية أنقرة. أيضا المشهد مشابه في مقر حزب الشعب الجمهوري الذي أيضا استعد للفوز أو احتفالات الفوز، كما يقول أنصار المرشح الرئاسي كمال كليشدار أوغلو. سنتابع النتائج معكم أولا بأول على شاشتي العربية والحدث.